اللي دائما المبلغ اللي بتربحه مليون دولار. انت سلبينا عشان تربح مليون دولار. مليون ايه؟ مليون دولار. طبعا بتكون حطيت لك صورة عادل امام. عن جد انا اللي بيستفزوني اكثر شيء الامهات المظاهر اللي بتيجي بتكون قاعده مع صاحباتها بتحكي لك انا وابني كيف صحبه انا وياه يعني لا تخلوا خصوصي بس تنقش البنت قدام الناس هيك بتقش لا هاي هات مشاهد انت فاهم لا غلط يعني طبعا بتكون بالحية هيك بتقش أعلى من هيك صافي أعلى من هيك واو I think we have a winner يعني أنا حاسس طب يا جماعة بدي أسأل سؤال مين عمره راح هون على أعراس على خدمة على جاهة أكيد رحتوا زقفوا زقفوا شكرا لا بمضى دائما في بالأعراس 50% من البنات اللي بيجوا برقصوا دائما بيمثلوا كلمات الأغنية وهم برقصوا حرق يلا دي جي وحده ربي يوم رعد عدوس وعين في برضو 30% من البنات من النسوان اللي بس تطلع اغنية بصيروا بس يرقصوا بأصابع ايديهم مثلا اعملوا عشان ياكلوا ربحوا انا بس انا اكثر بنات بيستفزوني او بمخصوني الفلبينيات تبعون الصالونات احنا بس نروح نعمل بديكير مانيكير هم دائما مشهورين بكلمتهم الاضافي اجت لي بتحكي لي نادين يسترداي اي ونت امومي بيري 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 نايس قلت لها يا يا اي لاف بن اي لاف بن هيز اميزنج اي لاف هيم انا انه بن افلك اي لاف هيم هو بن افلك بن ديزل بن ديزل ثانك يو عشان المفروض تطلع هلا على فكره يلا زق اوه الكابل مني راح نصبره طيب